عندي صينيه سردين او سردله زي ما بيقولوا زمان، عندي سردين بلدي وخل وليمون وتوم وبصل وطماطم وزعتر وكمون ملح وفلفل شطه. اعملي اللي انت عايز تعملي فيه. المهم ده كانوا زمان بيقولوا عليه سردله، سمكايه البلدي، السردين البلدي بتاع زمان الجميل ده كانوا بيقولوا عليه سردله. طيب كده هنا ادي شويه التوم، الكمون، دايما بحب ليمون بقشره في بعض من الاكلات. كده ملح وفلفل بسم الله الرحمن الرحيم. كده ادي زيت دورة كريستال او زيت عبد الشمس، اي نوع من انواع زيت كريستال. خلي بالكم بقى، شوف النهارده احنا بنعمل ايه في الخلطه الجميله دي. حطينا هنا توم وليمون وكمون، كل الجمال ده كله. وهنبدا نشوف هنعمل الصينيه بتاعتي ازاي. اولا نجيب فرشه، نص الخليط بدلقه كده، بعد كده نجيب البصل بتاعي اقطع شرايح رفيعه قوي، بعد كده اروح جايب هنا بعد كده هعمل ايه؟ شوية زعتر، شوية خل، كده بعد ما عملنا الصينية هندخلها الفرن